مرحبا، اسمي عبد الله السالم، أقدم لكم برنامج نتحدث فيه عن السينما وعن كيفية صناعة فيلمك الأول على شكل حلقات منفصلة، نتناول فيها مواضيع مختلفة من مراحل ما قبل الإنتاج إلى مراحل ما بعد الإنتاج. في الحلقة الأولى سنتحدث عن الفكرة. لا يمكننا صناعة فيلم سينمائي إذ لم نمتلك فكرة، إذن الفكرة هي أهم جزء في الفيلم السينمائي. الكثير ممن يريدون صناعة فيلمهم الأول يصبون تركيزهم واهتمامهم على شراء المعدات، على الميزانية، على الممثلين، ولكن يتجاهلون الفكرة. إذن لصناعة فيلم جيد علينا كتابة فكرة جيدة. ربما يتساءل البعض من أين أجد الفكرة؟ سأقدم إليك ثلاث نصائح حول إيجاد فكرة جيدة. النصيحة الأولى، أن تجد فكرة أصلية لفيلمك، أي إنها غير مقلدة. حاول أن تستلهم فكرة فيلمك من القصص المحيطة بك والتي تشعر أنها صالحة لفكرة فيلم سينمائي. النصيحة الثالثة، يمكن أن تجد فكرة لفيلم من حياتك الشخصية، قصة مررت بها على الصعيد الشخصي أثرت بك، حيث أنت الوحيد الذي تعرف البداية والنهاية. حاول أن تكتب لي فكرة من خيالك أو من حياتك الشخصية تشعر أنها تصلح لفيلم سينمائي.